السلام عليكم. القناة لازالت في البداية ديالها، كنتظروا منكم الدعم بالاشتراك وبتفعيل الجرس باش توصل القصص الجديدة واللايك. شكرا لكم. السلام عليكم، انا سميتي عواطف، قصتي طويلة، بغيت نشاركها معكم لهذا نختصر فيها. انا تعرفت على واحد الشاب اللي كانت عندي 18 سنة، كان هو ديك الوقت عنده 24 عام، كان باقي طالب في الجامعة، وبقيت أنا وياه. كانت بيناتنا واحد العلاقة زوينة، واحد العلاقة نقية، واحد العلاقة اللي كيعرفنا كلهم كيحسدونا عليها. وتسنيت حتى تخرج من الجامعة، ملي تخرج ديك الساعة كما كنا معاهدين تقدم باش يخطبني، ولكن مع الأسف عائلتي رفضوه، حيت ديك الساعة كان يلاه كيتخرج بقي مخدم ما والو، طالبوه بشي حوايج اللي هو ما غاديش يقدر يديرهم. مهم بحال داروا لي العصا في الرويضه وقتها. انايا من مدينه وهو من مدينه اخرى، حاولنا نقنعهم، ولكن داك حتى داك البعد حتى هو كان سبب من الاسباب اللي خلاهم يرفضوا. حاولت ما امكن اني نقنعهم، ولكن والو، بدون فائده، ما خليت ما درت معهم بدون فائده. ديك الساعه حتى هو خدا موقف، ما رضاش قال لي شوفي انا غنحاول نخدم، وهذا تسنعني ان شاء الله نخدم ونرجع نخطبك، وديك الساعه يكون خير، ولكن حاولي تسنعني. صافي، خدا واحد الموقف على اساس هو قال لي غيمشي، ما يبقى لا يتواصل معايا لا والو. من بعد هذاك الرفض ديال عائلتي، ومشى غبار عليا. حتى داز الوقت بزاف، صيفط لي واحد صاحبو قال لي بالله راه تزوج غير واحد المنطقة صغيرة، من بعد ما قدرش يكمل مع ديك السيدة اللي تزوج بها، او البنت اللي تزوج بها، وتفارق معاه حيت باقي كيبغيني. هو على صيفط لي هذاك الولد كان كيحسب ليه راه وصلتني الخبر بلي تزوج، ولكن انا ما كنتش عارفه. حتى جا قالها لي هذاك صاحب، قال لي شوفي راه باقي كيبغيك وراه ندم حيت تزوج ومازال باغي يتزوج بك انت هي، ولكن راه كيتسنى الظروف تكون مناسبه وهذا ويجي يعاود يرجع يخطبك. انا صراحه كنت باغي نتزوج بيه، واخا داكشي كامل، واخا عرفتو تزوج، واخا عرفتو راه ما بقاش على العاد معايا وكلشي، بقيت بقى باغاه، مازال عندي ديك الرغبه فيه، مازال كنبغيه، وفرحت ملي عرفتو راه مازال كيبغيني ومازال كيفكر فيا، حتى انا باقي كنبغيه. ولكن هاد الوقت هادي كانت عندي واحد الظروف، هذيك الظروف هادي كانت ظروف اللي الاسره ديالي كانوا في واحد المشكل، وقعنا مشاكل بزاف لي اكثر هي سامها هدية، وما كانش يمكن لي اني ديك الوقت يعني ندير داك الشيء اللي كان طالبو مني. هو يعني بغاني اني نقلع دارنا باش يعاود يرجع، وهاديك الساعه يلاه بادي الخدمه، انا ما قدرتش نهضر معاهم لان كان عندنا المشاكل في الدار كده ليا. راه داك واش الوقت المناسب اللي عاود تجلسني معاه وثاني غادي يرفضو، وهو داك الشيء ما قدرت نقول ليه والو. هو كيقول لي غنعاود نتقدم لك، كنقول ليه لا ماشي دابا ماشي دابا، كيحاول يقنعني، ولكن الظروف ديك الساعه كانت قوى مني، كنقول ليه الا جيتي غيرفضوك، تتحسن الظروف عندنا بعدا. عاود غبر حتاني، واخا بقيت على تواصل معاه، هو في مدينته وانا في مدينتي تقريبا ثاني واحد العام. عاود ثاني بدا كيقول لي شوفي راه بغيت ني نتقدم لك، اشنو قلتي؟ راه حنا مده طويله هادي وحنا مع بعضياتنا، الا كنتي مازال باغاني غنجي نتقدم لك. وفي هذيك الوقت بالذات اعترف لي بالله راه السيده اللي كانت زوج بها، وبالله راه غاتزوج بها مده ديال شهر وتفارق معها، راه باقي معها، ماشي كما كان كيقول لي بالله راه تفارق معها حيت مازال كيبغيني. هو شنو بغى يدير؟ بغى يجمعني انا وياه على اساس هي راه العروسه اللي جابوها ليه عائلته وفرضوا عليه، ما يقدرش يفرقها، وانا ديك الزوجه اللي غتكون اللي كيبغيها واللي عمره كامل هو كيبغيها وبغى يتزوج بيه حتى انا. انا ملي عرفتها بحال تقهرت في الداخل ديالي، ما عرفتش شنو غادي ندير. قلتها ليه، واجهته، بدا كيقول لي انا ما عليا والو، راه كيما انت عائلتك رفضوا اني يقبلوني راجل بنتهم، حتى انا عائلتي فرضوا عليا باش نتزوج بها، حتى انا راه بزاز مني، انا ما يمكنش ليا وحده نضيع ليها حياتها كتزوج بها ونطلقها ونخليها، ما يمكنش ليا، ولكن راني باغيك انت.
انا ما تقبلش الفكره، كيفاش يمكن ليا اني نشارك الراجل اللي كان بغيه مع واحده اخرى؟ ما قدرتش، باغاه وبغيته يبقى معايا، ولكن في ظروف اخرى انه يكون ليا بوحدي، ما يكونش معايا شي مره اخرى. هو كيقول لي بلاتي صبري، انا غادي نحاول نشوف معاه شنو غادي ندير، والو كيبان لي الظروف كامله ضدنا، فين ما كان نجمعو الا وكتوقع شي مشكل، كل مره كتخرج لنا شي مشكله من شي قد. هو كيقول لي نخطبك، كنقول ليه لا، ما انا دارنا اصلا ما قبلوش بك، حسب لي كنتي ديال راسك، حتى بي قبلو بك وانت مزوج، ولا كيبان لي هذاك الزواج ديالنا من سابع المستحيلات. قلت ليه صافي تفارق معايا، ما تقدرش تفارق مع السيده الاخرى، تفارق معايا انا ما نقبلش تكون عندي علاقه اصلا براجل اللي هو مزوج. مشى عاوتاني غبار عليا واحد المده، بقيت من ديك الساعه وانا في الدار، ما بقاش تقدم لي حتى شي واحد نهائيا، بقيت عايشه حياتي غير في الدار. في دارنا انا ذاك الوقت في الدار ما كان خرج، ما خدمت والو، جالسه مع الوالده ديالي، حتى دازت كيدوز سنين، ولات عندي 32 عام، وعاود فجاه هو يظهر ثاني في حياتي من بعد ذاك الغياب كامل، ورجع كيسولني واش تزوجت ولا لا، قلت ليه لا ما تزوجتش. وبالرغم من انه داك الزواج ديالو كيقول لي شوفي راه باقي كنبغيك، عمري ما نسيت هذيك الانسانه، راه انا معاها بزز مني، شنو رايك اني نجي نخطبك؟ قلت ليه عاوتاني غير نرجعوا لنفس الموضوع، كيحاول يقنعني عاوتاني بكاع الطرق، شوفي انا دابا الظروف ديالي الماديه مزيانه، نقدر تسكنيتي في دار وهي في دار، نقدر نوفر لكم جوجكم السكنه، نوفر لكم معيشه بالظروف اللي هي مزيانه، الحمد لله خدام مزيان. المهم كيحاول يقنعني، وانا كيبان لي هادشي كله غي مشاكل وتخربيق، حياتي كلها صداعات كلها مشاكل، حتى الانسان الوحيد اللي كان بغيه اللي عمري ما قدرت ننساه، حتى هو نهار جيت نتزوج به طلعوا لي المشاكل، نهار جا هو بغى يتزوج بيا وهو في الراتي ديال راسو رفضوه دارنا، نهار بغيت انا نقبل بيه لقيتو تزوج، مبقيتش قادره اني نعيش، ما قدرتش حتى نعيش من غيره. انا هاد السنين كامله اللي غبراه عليا حتى وصلت لهاد السن هذا، انا هو الوحيد اللي في حياتي، انا ما كنخرج، ما خليتش لشي واحد فرصه انه يدخل لحياتي من بعده. وبديت كنقنع راسي، كنحاول نقنع راسي بلي راني بديت كنكبر، راه الا ما كانش هو راه ما غيكون حتى واحد اخر، بلا راه جايه كنتقدم في السن، و ان شيء الا ما تقدم لي حتى شي حد، هادشي كيعني ان راه هذاك الانسان مكتوب لي الله، ولو كان مزوج، ولكن كيفاش غادي ندير حتى نقلع دارنا باش يوافقوا عليه؟ ولا دابا من بعد هاد السنين كامله من بعد ما رفضتو وانا باقا صغيره، كيبان ليا بلا خصني نقنع ونرضى بالنص ديالو، بالنص الوقت ديالو، ونكون ونشاركه مع مرة أخرى، على أني نبقى هكا ونسمى ديك البايرة ونسمى ديك الإنسان اللي مسول فيها حتى شي حد، حسن من هذيك الوحدة اللي عايشة، حسن من المشكل ديال العنوسة اللي ولا كيطرق كيدق ليا في الباب. دابا عائلتي رافضين الفكرة كليا كزوجة ثانية، وكيقولوا لي كانت نفضلوا انك تبقي بلا زواج على انك تزوجي بواحد مزوج، هما ما حاسينش بيا نهائيا. انا وليت انا محمله هما المسؤوليه، كنقول لهم نتوما سبابي، لانه هو نهار جا بغى يتزوج بيا كتقولوا ما عنده سير تخدم، هو ديك الساعه قاري مزيان، يقدر اي الخدمه اللي دق بابها غادي يتقبل بيه وغادي يخدم بصالير اللي زوين، ومع ذلك ما قبلتوش بيه، ومع ذلك بعدتو عليا. كون كان خليتوني ديك الساعه خطبني على ما تيسرات الامور، كنا حنا تزوجنا، دابا وكره ما مشاش وتزوج بواحد اخرى. كنحس بان عائلتي هما اللي سدوا عليا الباب ديال الفرح، هما اللي حرمونا من الانسان اللي كان بغيه. ما بقيتش عرفت واش انا التفكير ديالي صح ولا غلط، وليت باغا دابا قبل الزواج به بلا الرضا ديال الوالديه. انا بالنسبه لي هذا الانسان هذا هو الانسان اللي كنتمناه للزواج، هو الانسان اللي بغيتو يكون راجلي، يكون بات ولادي، يكون الانيس ديالي في حياتي، يكون فيه صاحبي حبيبي كيما كان هاد السنين كامله، بغيتو يكون هو الشريك ديال العمر ديالي ومدى الحياه، على الحلوه وعلى المره، ما احتاج حتى شي حاجه اخرى من الدنيا من غير هو. ما ماشي غير بغيت نتزوج غير على قبل هضره الناس وعلى كلمه البيره، لا، انا ما عرفتش حد من غيره، هو اللي عرفته، هو اول انسان تقربت منه، اول انسان تلقاتني به الظروف، هو الانسان الوحيد اللي عرفت معاه المعنى ديال الضحكه والفرحه وداك الحب، وهو الانسان اللي اول انسان قلت ليه كلمه كنبغيك، اول انسان اللي سمعتها منه.
ما عرفت شنو غادي ندير، ولكن كيبان لي يعني مادام عائلتي هكا رافضين، مادام عائلتي هكا ما قابلينش، اذا ما عندي ما ندير. راه اللي هرب للزواج هرب للطاعة، وما عنديش مشكل دابا اني نتزوج بيه واخا متزوج، لان داز الوقت وتبدلات الافكار ديالي. ديك الوقت فاش رفضتو هو مزوج، راه كاين فرق كبير. كانت عندي 22 وكانت عندي 23، دابا راه تبارك الله 32 سنة. العقل كينضج وحتى النظرة للحياة كتبدل.